وقعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة اتفاقية تدشين منصة خدمات تشغيل وتطوير إصدار بطاقات كفاءة الطاقة مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، تحدث السيد علي شبر مدير إدارة الفحص والمقاييس بالوزارة عن أهمية هذه الاتفاقية. تطبيق نظام بطاقة كفاءة الطاقة على أجهزة التكييف الواردة عبر المنافذ الجمركية لمملكة البحرين والمتداولة في الأسواق المحلية دشن منذ العام 2015 وفق قرار وزاري 70 لعام 2015. وشريكنا الأساسي تعتبر هيئة الكهرباء والماء الشريك الأساسي في تنظيم عملية الرقابة على اشتراطات ومعايير الكفاءة لإصدار بطاقات كفاءة الطاقة من خلال التعامل بشكل مباشر مع جميع المشغلين الاقتصاديين المعنيين بأجهزة التكييف في الصورة التقليدية. بعد تدشين هذه المنصة سيكون هناك نقلة نوعية في تقديم الخدمة من خلال المنصة الإلكترونية وعبر إشراف جهات مستقلة كطرف ثالث لتحديد ما إذا كانت منتجات هذه الشركات المصنعة تلبي معايير الكفاءة البحرينية، ويقتصر ذلك على الجهات التي وافقت عليها هيئة التقييس باعتبارها جهات مختصة ونزيهة، ويتم إدراجها لاحقا في قائمة خاصة نسميها بالجهات المقبولة.